افتخر عليكم فقرة جديدة من فقرات تقدري. كلنا عندنا فضة، يا اما حاجات فضة بتبقى موجودة في البيت يعني كأنتيكس او كحاجات اكسسوارات بنزين بيها بيتنا، يا اما بيبقى عندنا خواتم او حلقان او سلاسل او كذا. المهم انه بعد فترة من الوقت اللي بيحصل انه الفضة زي ما بيقولوا ايه لونها بيغير، لونها بيغير، فبنضطر ان احنا يا اما بناخد حاجه نوديها الراجل بتاع الفضه عشان يلمعها، يا اما بنستنى على كل الحاجات اللي عندنا ما نلبسهاش لحد ما ناخد الحاجه دي نوديها عند الراجل بتاع الفضه. لكن في فقره تقدري النهارده هنوريكي ونعلمك او نوريكي ازاي تلمعي الحاجه دي وانت في البيت تقريبا في 3 أو 4 دقائق. كل مطلوب مننا يبقى عندنا ورق فويل، يبقى عندنا بيكربونات الصوديوم. لو حد هيسألني بيكربونات الصوديوم بيتجاب منين؟ من أي عطار أو سوبر ماركت، وده مهم جدا في العملية اللي احنا هنعملها. مية سخنة، بلاش تبقى مغلية علشان ايدك، وشكرا جزيلا. قطن أو مناديل، الطبق اهو لازم يكون طبق غويط علشان تعرفي تحطي حاجة فيه من جوه. تقطعي على قد الطبق، اعملي كده، او ممكن طبق زي ده ونعمل فيه نفس الموضوع. هنحط دول الطريقه دي. انا ممكن لا بلاش جوانتي. الشكل ده كده. وهقول لكم كمان بعد ما نخلص الفضه الحاجات اللي هي الجولد او الذهبي نعمل فيها ايه. طبعا انا بعمل بايدي ما دقرتهمش كلهم علشان اشرب الحاجات اللي انا بعملها بايدي، يعني ادعكها كده. الوضع ده كده، وبعدين تقوم دلقه ميه بعدين ممكن نحط عليهم دول بالوضع ده كده. بنستنى على الفضه بتاعتنا من 10 دقايق لربع ساعه بالميه السخنه او الميه الدافيه تغطيها. انا عايزه اغطيها اكتر من كده بالوضع ده كده. بعد 10 دقايق او ربع ساعه بنطلع القطعه بتاعتنا ايا كانت هي ايه، وبعدين بنجيب طبق فاضي، قطن او مناديل. انا ما لقيتش قطن في المطبخ معانا النهارده، فانا قلت ان انا هستعمل مناديل. فبنجيب، انا عارفه عشان الميه بتغلي، بتغلي فعلا. بنجيب مناديل او قطن وتبتدي، انا بس عايزه الكاميرا تطلع معايا اهو، ده اللي كان موجود. انا حتى لسه ما سبتهاش 10 دقايق وربع ساعه، ده اللي كان موجود في الخاتم. تقعدي بقى، مش عايزه الطبق، تقعدي تدعكي في الخاتم او تنضفيه كويس قوي اهو بالوضع ده كده. اهي اهو، وتفضلي تنضفي في الحاجه بتاعتك لحد ما ترجع تاني زي ما هي. وانا لسه بقول لكم، بقول لحضراتكم انه انا ما استنيتش على الخاتم العشر دقايق او الربع ساعه اللي المفروض تكون المده بتاعتها يعني تاخدها علشان البيكربونات تتفاعل مع الميه بتاعت الحاجات الفضه.
الوضع ده كده. طبعا لو في موجود قطنه يبقى ألطف بكتير. ادي اول واحده اهي، تاني واحده لو انا بس ميه بتغلي. اهي ادي شكل الخاتم الاول. الوضع ده كده. عايزه انا هقرب كده للكاميرا عشان تجيب قد ايه الخاتم لمع زي ما انتم شايفين اهو. وانا لسه بقول لحضراتكم ان انا ما استنيتش عليه 10 دقايق وما استنيتش عليه ربع ساعه، هو المفروض نقعد من 10 دقايق لربع ساعه. الشكل ده اهو اهو. يعني لو الكاميرا قادره تجيب معايا، بس انا قطعت المنديل خلاص فمش هتعرف تجيب السواد. ادي تاني خاتم اتلمع اهو. هنفترض وهكذا بالنسبه لكل الحاجات الفضه اللي عندنا. طيب لو عندنا حاجه بقى جولد بليتد او حاجه ذهبي مش حاجه فضي، فبيبقى صعب جدا جدا ان احنا نوديها لحد يطليها، لانه فكره ان انت تطلي الحاجات ذهب دي فكره غاليه جدا ومكلفه جدا. فاحنا بقى نعمل ايه؟ الحقيقه ان انا طبعا فاجئتهم دلوقتي حالا على الهوا بالفكره دي، فهم يعني حتى يعني تفاجئوا يعني ما عرفوش ان انا كنت هتكلم في ده. بس خليني اقول لكم احنا نعمل ايه. لما نيجي نجيب حاجات لونها ذهبي، اكسسوارات لونها ذهبي، لو هفترض ان السبحه دي سبحه فضه المفروض كنا دلوقتي هنستعملها، لو هنفترض ان السبحه دي هي سبحه ذهبي مش سبحه فضه، فحضرتك هتجيبي المانيكير الشفاف. اول لما تجيبي الحاجه تجيبي مانيكير الشفاف وتبتدي تطلي الحاجه الذهبي دي بيها. يعني لو هنفترض ان الخاتم ده مثلا ذهبي، فانا هعمل ايه؟ هبتدي اطليه من بره وهطليه كله بره وبعدين هطليه جوه. اللي هيقشر منك دائما وابدا هيبقى اللي جوه مش هيبقى اللي بره. طب هنفترض ان هو قشر في حته منه قشرت، فانت هتيجي بضفرك تقومي مكمله تقشير بقيه الحاجه، ما بنستعملش اسيتون لان ده هيشيل اللون خالص، وترجعي تاني تعمليه بالمانيكير الشفاف. المانيكير الشفاف بيمنع التجريح طبعا بتاع الحاجه، وبيمنع ان الحاجه لونها يغير، وبالتالي الحاجات الذهبي لان احنا مش هنعرف نوديها للراجل بتاع ذهب وانا جايبه حاجه اكسسوار ذهبي وهتكلفني فلوس كتيره جدا، فيبقى الاحسن ان احنا نحمي. نعمل ايه؟ ندهنها بمانيكير شفاف، وكل ما يقشر اعمله بضفري وبعدين بعد كده ارجع احطه تاني. ويفضل طبعا ان انا اعمله من جوه كتير، لانه استعمالك وانت بتستعملي الميه بتغسلي ايدك بحاجه عماله، احنا كستات لما نيجي نتكلم بنشيل الخواتم اللي في ايدينا وندخلها ونبدا نطلعها، فبالتالي الاحتكاك هنا بيبقى اكتر من الاحتكاك اللي بره. ده بالنسبه للحاجات الذهبي، ده بالنسبه للفضه. يا رب تكونوا استفدتوا معانا من فقره تقدري. استنونا وهي وبس.